مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين بحلقه جديده من على الطبيعه شوفي اكيد على يلا تاك تي في. موضوع حلقتنا لهالاسبوع طموح الشباب. كل انسان عنده طموح، وتتوصل لطموحك لازم يكون عندك الصبر والعزيمه والاصرار، والاصرار هو دائما بوصلك للنجاح. ما تيأس لانه الطموح هو هدف من اهدافك. خليكم معنا تشوف من هو ضيفنا لهالاسبوع، واكيد اكيد على يلا تاك تي في. ما تروح انطرني. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مجددا اعزائنا المشاهدين بحلقه جديده من على الطبيعه شوفي على يلا تاك تي في. ومثل ما قلنا ضيف حلقتنا لليوم هو انسان طموح وشاب يافع، مهندس بشركه فورد، وصاحب مطاعم للسهر والليالي سكاي لانج. اهلا وسهلا فيك يا من ضيف حلقتنا لليوم. اهلا فيك واهلا بالموجودين وشرفتونا، وان شاء الله اليوم نكون حلقه حلوه مع بعض ان شاء الله. حبيبي نحن هذا البرنامج اسمه على الطبيعه شوفي، وموضوع حلقتنا كان على الطموح الشابه اللي بتشق طريقه نحو مستقبل افضل، وبتشتغل بدومين تقريبا غير الدومين اللي هي كمان بتكون فيه وبتنجح. فاليوم بدنا نحكي على الطبيعة. على الطبيعة بنحكي. على الطبيعة. يامن، أول شيء خبرنا عن حالك، من هو يامن طالب؟ يامن شاب متواضع، جينا لهون أنا وإخواتي، جينا عشان الشهادة، اشتغلنا رحنا على الجامعة، الحمد لله خلصنا معي باشلر ديجري الكتريكال انجينير، ماستر بالميكانيكال انجينير اللورنس تك. حبينا هذه المطاعم مثل ما قولوا اجت هيك هواية، سو الهواية كانت اثناء الدراسة. وهيدا هو يامن. هيدا هو هواية. هواية صرت من تقريبا من الاسامي اللي موجودة عندنا بالجالية وبيضرب لها حساب يعني بالمطاعم اللي انت بتديرها. فشو جاب الانترتينمنت على الهندسه؟ اول شيء الحمد لله، يعني التوفيق من الله وبفضل الشباب اخواتي، كنا بنتساعد مع بعضنا. ثابت هيك عندنا فكره حطيناها ودائما عندنا اصرار عليها من اول مره وثاني مره. ما في ياس، اذا الانسان ما عنده اي ياس بيوصل، يعني بدك تحط شغله براسك بتنفذها وبتوصل له. طب يا من كيف بتوفق بين الانجينيرينج والعمل الانترتينمنت؟ يعني هذا شيء من مثل ما بسموه ضريبه النجاح، بدك تتعب شوي لتوصل. هيدي شغله. الشغله الثانيه الفضل لله واخواتي اللي عم يساعدوني بهالموضوع، يعني هن كمان عم يشتغلوا بنريح بعض، واحد الصبح واحد بالليل واحد على الويكند، سو عاملين مداوره. يعني بشتغل انا 5 ايام الصبح، بعد الظهر بن هون موجود، على الويكند هيدا بروح هيدا بيجي، هيك مقسمينا وموفقين الحمد لله. الحمد لله. يعني انت بتعتبر انه مثل ما بقول مثل كونوا ايد وحده بتنجحوا بعملكم 100%. ايد وحده ما بتزقف، ما بالك ايد اخواتك مع بعض، كلنا مع بعض، يعني هذا فضل كبير من الله. ومتفقين؟ الحمد لله الحمد لله ان شاء الله دائما بتكونوا متفقين. طب يا من انت بلشت بجهدك، يعني بالمصروف اللي او المعاش اللي انت بتقبضه من شركه فورد، فتحت هذه المصلحة ولا كان في حدا داعم ليامن تيقدر يبلش ويستمر يامن بنجاحه؟ والله الفضل بعد الله كان هو الوالد اللي هو دعم المشروع. هو هذا يعني فاميلي بزنس بالأول، يعني مش إنه إلي لحالي أو شيء، هو فاميلي بزنس للوالد والوالدة، ونحن حطوا ثقتهم فينا والحمد لله. نحن ثلاث شباب قدرنا نكون قد المسؤولية وقدرنا نتوفى، يعني مع فريق العمل اللي بنشتغل معه كلياته، وكمان بدي أعطي كريدت وقول له تانك يو على المجهود اللي بيشتغلوا معنا الشباب، ما بيقصروش. بس كان الأول كانت هي كلياتها من الوالد، الدعم كلياتها أكيد، يعني إذا ما في حدا الخمير. ده بدي أقول لك، في مثلا شو اللي أنت الخطة اللي اعتمدتها بهذه المصلحة، وخاصة الانترتينمنت بتواجه كتير مشاكل وبش تحديات كمان حتى منافسة، شو الخطة اللي اعتمدتها رغم انه هذا المكان كان بالقبل يمكن مطعم او كمان بنفس المصلحة وما لقيت هذا اللي يمكن النجاح القوي،
جيت انت عملت تغيير مثل ما بيقولوا جذري، وصارت العالم تيجي يعني حتى اذا بنلاحظ بايام رمضان ايام شهر رمضان المبارك بتلاقي العالم يمكن قاعد على الشارع لبرا. مزبوط. شو الخطه اللي انت اعتمدتها بهذا لانجاح هذا المكان؟ يعني هذا المشروع كان في اول ما بلشنا فيه ما كنا بالانترتينمنت، اول شيء بلشنا اكل وارقيد وصرنا نشوف الزبون شو بده، كاستمر شو بده، وخطوه خطوه خطوه خطوه. مثلا لما بلشنا فكرنا بالانترتينمنت كنا نحن بنعرف يعني بدك تشوف، بدك تعمل بيقولوا بيعملوا بنش مارك، بدك تشوف التانيين ليش نجح وليش ما نجح. هلا بهذا المجال في قصص كتير ما بتنجح من كثر المشاكل الشباب هودي كلياتهم نحن تخطيناهم. يعني كنا لما بدنا نعمل شيء مثل هالشيء ميك شور انه ما في مشاكل، ما في، لانه هذا اذا بيصير يعني بتخرب لك المحل، بتخرب الحفله، بتخرب هاي القصص كلياتها وبيطلع عليها الريبيتيشن. يعني كنت انت عم تتبع الاطر القانونيه اكثر ما انه تعمل شيء نشاطات تجذب هيدي الكاستمر. 100% بدها تكون عندي راسي تفكير ايمتى بدها تنعمل، ليش بدها تنعمل، مش انه يلا دغري هيدا عامل لازم نعمل مثله، ما في عندنا يعني هيك. بس ما انت دارس انجينير الكتريك مش هند، ما خلص يعني مش بزنس، مش بزنس الانجينيرنج. عندنا بلان اي بلان بي، بده يكون عندك خارجك بدك تحطها وتمشي عليها، هي مشيت مش الحل، ما مشيت شو بيكون بديله. طب شو واجهته بالنسبه لل انت عم تقول كنت اراجيل واكل، وبتعرف بعد صدار القرار بمدينه ديربط فصل التدخين عن الاكل، كيف كانت هيدي هذا القرار يعني سلبيته على يعني هو المصلحة؟ هذا القانون الجديد اثر شوي. هلا كنا قبل القانون العالم معوله تيجي تاكل تقعد تشرب بصحون ازاز بحصون عاديه، هلا كله مع القانون الجديد هذا كله تغير، صار كله لازم يصير تيك اواي اور تيك اوت. يعني ما في، يعني في ناس بتحب هالشيء ناس ما بتحبها، بس هلا قانونه صار على الكل، صار الكاستمر ما عنده خيار، يعني بكل المحلات لازم تطبقه. هل هو منيح؟ مش ماني شايف فيه له ايجابيه كثير، يعني لانه في نسبه خسرناها من الكاستمر انه ما بيحبوا يجوا مثلا على محل في تيك اوت. يعني فيهم يجوا يقرقلوا هلا صار، بس ما فيهم ياكلوا يقرقلوا. طب هل انه مصلحه مثلا قائمه على موظفين وناس واكيد فيها مصاريف قائمه بس على الارجيله؟ لا، ما هلا بترجع، ما هو عندك الارجيله وعندك الاكل برسنتج وعندنا الانترتينمنت كمان الحفلات مرتين بالجمعه. سو يعني بتعمل بالانس. وبتعتمد انت انه هل انه المطرب هو كمان بيعمل اضافه بالنجاح لهالمكان، ولا انه بتعرف كل الناس بس بتطلب من المطرب الموجود بهذا المكان لنقدر نجي نحضر؟ برجع بقول لك انه كمان الكاستمر شو بده، هي كاستمر وانس، يعني رغبات الزبون شو بده بنحقق له اياها. هلا ياس المطرب له برسنتج، يعني له مثلا في ناس بحبوا يحضروا هيدا، في ناس بدهم يجوا مع هيدا، في ناس ما يعني مثل اي رفرنس، انت شو بتحب تجي، يعني بتساعد امرات. وقديش معدل الاعمار اللي عندك الناس اللي بيجي الكاستمر اللي بيجي هل ان من نوع الشباب اكثر الزبائن، ام انه بيجي عائلات وبيجي ناس يعني شوي كبير متقدمه بالعمر بس لحتى يموهوا شوي عمالهم؟ سو نحن هون صراحه الاعمار مفتوحه، بتلاقي عندنا حسب الاوقات كمان، يعني كل مثلا ساعات معينة على الويكند، بس بتلاقي عندنا من فوق 18 لأنه هذا السنة القانوني اللي يفوته، عندك لل 60 70 ما في حدود. يعني في أوقات على الويكند بتلاقي عوائل كلهم بيجوا من برا غير ولايات، على الويكند أكتر بيكون في نسبة من برا. بالليل في ديفرنت كرو، بعد الظهر في كرو، الصبح في كرو، كل واحد يعني أجواء معينة. طيب في بالعمل الانترتينمنت معروف انه بيصير كتير مشاكل وكتير اشكالات بالسهر، يمكن بتقديم الاكل، امار زبون ما بيعجبه، هل واجهت اي مشكله او اي مشاكل؟ الله اكيد الله يبعد عن المصلحه وعن كل مصلحه، بس هذا امر واقع يعني موجود بكل الاماكن اللي فيها سهر وفيها انترتينمنت وفيها اكيد اغاني وما شابه، يعني بتواجه مشاكل وكيف شو بيكون حلها؟ الحمد لله نحن يعني ما واجهنا، وهذا الكريدت بعطيه لخي ايمن، هو المسؤول بالانترتينمنت، انا بعيد عن القصص.
بس تقريبا بهالقصص يعني بنتعامل مع بنحكي مع الزبون اول مره يعني قبل ما يصير المشكله. يعني اذا صار في تشنج بالموضوع بين واحد وواحد بنحاول نحن نحله مع بعض، بحبوا يحلوا هني برا ازلم انه ما يحلوا. تطور الموضوع نحن ما بنتدخل، بندق للبوليس بيجوا هني بياخذوا الاجراءات اللازمه. طب في من الاونه الاخيره طلع كلام انه سكاي لانج كرمال المنافسة، انه مش هقول لك انه بهالعبارة انه افشى على بعض الاماكن، وهذه بديربن يعني انا عم نحكي نحن على الطبيعة، وهذا توضيح منك لبعض الناس او للناس اللي عم يحضروا انه اكيد مش هقول لك تبرر موقفك، لا، انما الاشاعات اللي طلعت كانت بتصيب سكاي لانج انه افشى على بعض الاماكن اللي بتنافسوا بنفس هذا الدومين وسكروا لهم محلاتهم او ضايقوهم كستيت. شو ردك؟ يعني رح اقول لك يعني جمله بسيطه، انه نحن صرنا 9 سنين، يعني بولا يوم من الايام من 9 سنين لهلا ما نحن كنا اول ناس، ممكن نكون من اوائل الناس اللي بلشنا. وبحياتنا ما فسرنا على حدا ولا جينا حدا. هلا كل اللي صار معهم وكل اللي طلعوا اشاعات اجوا من بعدنا، يمكن ما قدروا ينافسونا لا بالطريقه الشريفه ولا بطريقه الاكل ولا بطريقه الانترتينمنت ولا عندهم السيرفيس اللي عندنا اياه ولا اي شيء. يعني ما بعرف شو بدي اقول لهم، الله يسامحهم. هلا ربك شايف كل شيء، بس انا مثل ما قلت مش جاي برر ولا رح نبرر اي شيء، بس نحن ما في من عنا من هالعادات ولا من اي شيء. واحد بيقول كلمه بزتها وتنتشر، بس بالاخر ما بصح الا الصحيح. يعني ما الانسان كيف عم تشتغل، اذا انت عم تشتغل صح وماشي صح بده يكون لك اعداء. انا يعني مثل ما بقولوا هذه مشاكل النجاح. طب وشو ومن اعدائك انت بال اعداء؟ ما فيك اعداء كلمه كبيره. لا مش اعداء نحن، لما نحكي يعني اعداء ليس الاعداء اللي هو العداوه الجسديه او يمكن يكون العداوه معنويه، مثل ما هلا انت قلت ناس بيزتوا كلمه هيدي بتاثر، وخاصه انت عايش بمجتمع يتناقل فيه الاحداث بسرعه فائقه، يعني فائقه السوشيال ميديا اكثر من السوشيال ميديا. وخاصه هذين بجاليه مزبوط، اي كلمه بتؤثر. ف يعني انت مين اعدائك بهالمصلحه، او مثلا من هن المنافسين لسكاي لانج بدون اسامي؟ اكيد لا ما رح نسمي. يعني اول شيء مثل ما قلنا نحن ما فيش اعداء، الحمد لله نحن مربيين على التسامح وال يعني ما عندنا شيء ولا حقد ولا اي شيء. اي انسان بيشتغل بهذا المجال في له منافسين، يعني اي واحد بيفتح اليوم بيفتح بكره، فتح امبارح راح يكون منافس لنا، يعني كان صغير كان كبير نحن بنعتبره منافس لنا. الشاطر انه هو مين بينجح، مين بيشد زبون، مين بيكون احسن، يعني بناخذهم كلهم على حق، يعني على عاتق المنافسه، ما في شيء ان كان صغير او كان كبير بناخذ يعني بجديه. طب بالنسبه للكاستمر اللي بيجوا لعندك خاصه الشباب، هل بتلاحظ انه في امور غريبه بتحصل، وخاصه بعد انتشار الماريجوانا وانتشار المخدرات؟ اكيد يمكن المخدرات ما حتشوفه، بس الماريجوانا يمكن يحطها بالأرجيلة أو يشارك فيها بالأرجيلة بعدم أكيد معرفتك، لأنه بتصير هي غش. في عندكم حالات صارت هيك؟ في عندكم حالات مثلا شباب صغار إجوا حذرتوهم لا ممنوع تفوتوا لهون، لأنه تعرف أنت تخضع على رقابة من ستيت وفيها هيدي جزاء إذا أي شخص عندك يوجد عم يتعاطى هيدي الأشياء بهذا المكان؟ 100% هاي القصص ممنوعة عنا. يعني نحن عنا ممنوع حدا يفتح الأرجيلة، ممنوع يسطع الأرجيلة، مدربين الستاف اللي عنا إذا بيشموا ريحة المروانة يتبلغوا المسؤول على الفلور، بياخذ الإجراءات اللازمة، حتى إذا مش بقلب الأرجيلة حتى هو عم يشربها أو شربها ونحن بناخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع. بس هي هذا الشيء مرفوض بتاتا يعني. بتاتا. طب بتعرف في عمر محدد للأرجيلة، وهلا منتشره كثير الارجيله وين ما كان، صارت مثل تراث او عاده ما فينا نستغني عنها. اعمار صغيره بتيجي لعندك بتكون يمكن سهرانه، اذا شفتها عم تارجل مع الاخرين لانه بيطلب ارجيل الشخص اللي عمره يمكن بيناسبه انه يارجل، فبيكون اخذ معه مثلا شخص صغير. اذا انت لاحظت او شفت هذا الشيء بتمنعه؟
أول شيء ممنوع يفوت، لأنه نحن بنعمل تشيك آي دي على قبل ما يفوتوا على الباب. إذا يعني مبين من عليه تحت 18 نحن بدو تشيك آي دي، ما بفوت يعني من أول قاطعينا، يعني ما راح نخلينا نوصل لهالمرحلة إنه اثنيناتهم يعرقلوا مع بعض. وما ما مثلا ما بتواجه مشكلة مع الناس اللي أنت عم تكسر، لأنه في كتير أطفال ب 18 أو 16 اسم الله عندهم بنية ما تدل إنه هذا العمر لألهم. مزبوط مزبوط، بس إذا ما في آي دي ما مستحيل ما بيفوتوا. يعني أمرات بنخسر عالم، ترجع زبون بيرجعوا هن 3-4. طب هول التشيك آي دي بيكونوا بس بالوقت الحفلات والسهرات ولا بكل الأيام العادية؟ لا كل الأيام، 7 أيام، 27. يعني هلا إذا فت مثلا أنت المانجر الدغلي رح يعرفك فوق 18، بس إذا في يعني شك ولو 1% وما في مجال الشك لازم يعني يعملها رايد أواي. هلا اكيد اللي هو المطعم لكل الاعمار كاكل وكسيرفيس، انا عم بحكي بزيد على الارجيله لانه دخان مضر يعني بالصحه. بتلاحظوا قصدي اذا في شخص عم بيارجل وهو تحت السن وهو ممنوع. هلا ممنوع يمكن عندكم، بس انه كوضع ارجيله في ارجل بيته برا بيته ايه. هيك انا عم بحكي بالمكان اللي هو بيكون فيه عندك انت، اذا شفته عم بيارجل تمنعه 100% اكيد. ما انا عم اقول لك من اول ما بفوته لو لعندي ما رح فوته، لانه هو اوريدي ما مش فوق 18 يعني ما رح فوته. نحن هلا المحل هون يعتبر محل هوكا لانج. هوكا لانج صحيح، يعني حتى اللي بده يفوت بده ياكل بده يكون فوق 18، الليس اذا هو بده ياخذ اكل تو جو بياخذه على الكاش وبضلوا ماشي. طيب عندك شيء مضايقه من السيتي او شو بتطلب من السيتي؟ إذا في مثلاً عندك فكرة لتجديد القانون لتحديثه، وعندك شيء مواجهة مع الستيت؟ بيجوا دايماً الستيت بيعملوا تشيك أب ولا بس بينزروك بيعطوك إنذار بدنا 1-2-3 منك وأنت بتطبقهم، ولا لا بيكون في حفلات مثلاً وبيفوتوا؟ نو هلا الستيت من سوايل يعني من فتره لفتره بيجوا يعملوا تشيك قعدات، بيجوا الصبح بيجوا عشيه ما انه ترم، ما عندنا مشاكل. هلا انه القانون تبع هو بالاول ما كان متبع، هلا عملوا انفورس وصارت السيتي هي تعمل له انفورس انه ميك شور انه القانون متبع ماشي ميت ذا ريكويرمنت كلياته، صارت بتلحق بين السيتي مع عشان الستيت. الحمد لله ما عندناش اي مشاكل. هلا شو بنتمنى؟ كنا بنتمنى ترجع مثل ما كانت، بس هلا بما انه صار هذا قانون خلص استو ليت يعني. هذا القانون ليش ما اجتمعتوا مع بعض اللي عندهم محلات هيك واتفقتوا على على شيء محدد تقدموا عريضه للسيتي؟ لانه بالنهايه نحن عايشين بمدينه اكثر البزنس اللي فيها رجال اعمال وعرب، ليه ما قدمتوا عريضه انه هذا عم بيأثر على حياتنا وعلى مدخولنا؟ نحكي على الطبيعة، نحن للأسف بتعرف العرب ما بيحبوا يجتمعوا مع بعض، ما بيحبوا يكونوا إيد واحدة. حاولنا هالشي من البدايات وقبل ما يكون القانون، بس يعني ما بعرف شيء للأسف هذا الشيء لازم يتغير. يعني ما بيحبوا يشتغلوا مع بعض، أنا هيك بشوف، هذا رأيي الخاص. هذا رأيك الخاص أكيد. يمكن بديش أقول كل العالم، بس بدي أقول لك أغلبيتهم 60% او 70% للاسف، يعني البرسنتج عاليه، بس انه الانسان بيحاول بتمد ايدك لهيدا وبتمد ايدك لهيدا بفكر انه لا بديش اعملها. ولا حدا ثابت انه اذا رح يفيدني ويفيدك ليش لا. طب بركي البعض الاخر بيقول نفس الشيء عن اللي انت عم تتفضل فيه، انه نحن كمان مدينا ايدنا وغيرنا ما قبلين. ما كان في شيء جدي، ما كان في جدي، ما كان في. طب مين المسؤول كان على المشروع؟ ما كان في ليدر. ما انت بدك ليدر، واحد ياخذ الريسبونسبيلتي يقول اي ويل ليد. ما كان فيها شيء. حاولنا يعني، وبترجع بقول لك ايد لوحدي لحالها ما بتزقف، بده الكل. لما دائما هلا نحن بنشتغل امرات على كثير قصص، برمضان اعطيك اكزامبل، نحن المفروض انه بكرفيو انه الساعه 2 يسكر كل الهوكلان. صحيح. طب نحن نزلنا على السيتي وعلى السيتي كونسلر وقلنا والله برمضان العالم تبلش تظهر من بيتها الساعه 11 و12 بعد الافطار وهيك، لازم نمدها للاربع الصبح. طيب نزلنا وعملوا فوت ووافقوا لنا عليه. طب مين نزل عن سيتي كونسل؟ مين كان العائق بهذا القرار؟ ما كان في عائق. نحن مع العلم، عفوا مع العلم انه رئيس المجلس عربيه واكثر الاعضاء كمان عرب، زائدا هلا يمكن رئيس المجلس
وبعض الأعضاء بيعتبروا أنه الدخان مضر كون أنه حماية الأشخاص، بس كمان في ضرر مادي على بعض العيال على بعض الناس. بس صح، بس هلا انت صرت مرخص من الستيت انك محل ارجيله. يعني خلص اتس سموك شوب سموك بليس، يعني كلياتهم عارفين انه محل ارجيل. هلا انا اللي اثبت لك الفكره انه نحن بنحب نشتغل. طب نحن لما نزلنا وقدمنا وحطينا للمحامي وتكاليف المحامي ووقتنا ونزلنا، الكل استفاد برمضان. شو بس سكاي لاونج فتح برمضان الساعه 4 5 الصبح؟ لا اكيد كل القهاوي. طيب هذه بس لاثبت لك الفكره انه لو كان في شيء جد من الاول لننزل تماسك فيه. كنا نزلنا معهم بس ما كان هالشيء ما صار. طب وش بتدعي انت بعد؟ يمكن القرار فيك تغيره باي وقت من الزمن. منا مش هلا صار قانون، هلا صار قانون، قانون خلص ما عاد يتغير. قبل ما يكون القانون كان يعني بل ممكن الواحد يتفاوض عليه ينزل اصوات صينة ممكن، بس هلا صارت خلص صارت صعبة. يمكن اللي بوجهها ان شاء الله نتعلم من هيدا الشيء درس للمستقبل. اذا شيء تاني نحن بدنا اياه بهالجاليه لازم الكل يشتغل مع بعض كصوت واحد. هلا انت قلت رايك انه العرب او مش هقول اللبنانيه، العرب خلينا على العرب، انه ما بيتفقوا مع بعض عامه. ايه حتى ما عامه هذا رايك كان الشخصي، بس هذا الراي كمان هو راي اكثر الناس يعني بالجاليه وبالمجتمعات. ليش بنلاحظ هيدي الشغله انه ما عم يتفقوا العرب على شيء؟ يمكن بيكون في مصلحه لهم اكثر ما انه في ضرر. يعني في مصلحه وما بيتفقوا. لشو بتقول انت؟ شو اللي بيخليك تقول انه عندنا بالجاليه وخاصه انه احنا بالغربه ما عم نتفق مع بعضنا؟ شو الاسباب برايك؟ ما بعرف، المنافسه، الغيره، ما بعرف، ما فيش يعني صراحه ما في سبب مبرر. انه وبتلاحظها بكل المجالات، بتلاحظها بالمطاعم، بتلاحظها بالمحطات، بتلاحظها بالانتخابات. بما انه هلا نحن عم نوصل بالانتخابات، يعني المثل بيقول انا وخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. هلا هذا مثل بالنسبه للانتخابات او لنجتمع، والله لانه هذا المثل بيقولوا عنه منه 100% مزبوط، لانه بالانتخابات او باي دومين حتى ابن عمك اذا كان مش نافع بمكان ما بتقول لا الغريب انفع. يعني صح. بس هو الفكره منه انه التعاون، انه بدي لك ايدي للتعاون. صح، اذا ابن عمي ما بده يمد ايده اوكي بدي له على الخيارات الثانيه. صحيح، لا اشتغل معه ونجح المشروع بالاخير. ما هو هيدا مشروع وفكره بدها كذا انسان وكذا ايد ليوصلوها. طب كونك انت ابن جاليه وابن مصلحه، قديش انت بتشوف مهمه هذه الانتخابات اللي عم تصير؟ وشو شايف فيها وشو شفت بالانتخابات؟ يعني الحمد لله نسبه العرب والمرشحين كتار، ان شاء الله الله يوفقهم الكل. ان شاء الله يكون يعني مثل ما بيقولوا نيكست جينيريشن، جينيريشن جديده، دم جديد، يشوفوا شو بدهم الجاليه ويقدروا يوصلوا لهم اللي بدهم اياه. يعني هيدا كل طلب من اي واحد بيروح لعندهم او بتجتمع معهم او بتشوفهم، انه كيف نحن رح نستفيد، كيف رح يقدروا يوصلوا صوتنا، كيف بنقدر نحن كجيلي نتاقلم بهاي الكوميونتي لتناسب معيشتنا وعاداتنا وتقاليدنا. قديش بنلاقي انت يا حظوظ الجاليه العربيه بايصال الصوت العربي او ايصال مرشح عربي يكون؟ هلا اكيد نحن يمكن رئيسة المجلس ومايك السرعيني متصدرين النسبة. نحن عم نحكي عن العرب اللي متقدم، يعني هولي اوريدي كانوا بالسيتي هون. نحن عم نحكي عن الناس اللي بتقدم الجديد. قديش شايف انت نسبة النجاح للمرشحين العرب؟ في نسبة بس اللي انا بشوفه انه نسبة التصويت من عنا نحن واطية. يعني بتلاقي ان احنا الجيل العربية ما بنروح نصور، بينما بتلاقي كل الامريكان السينيور سيتيزن بتلاقي كلهم اول عالم الصبح بتقول له صوتت؟ يا صوتت، اي فوت، يس اي فوت. تروح لعند الثاني صوتت؟ لا والله ما لي خلق بدي صوت، شو راح يعملوا لي؟ هذا النيجاتيف. نحن لو بنشيل بنفكر بازيتيف وبنوصل. يعني هذا اذا حابين شيء تصلح لازم الوعي لهالجيل تطلع تصوت تشوف مين اللي مليح، تشوف تدرسهم تتعلم. بس هيدي موجودة عندنا من لبنان. اها يعني انت يعني انا ما بتذكر حالي بلبنان صوتت،
بس هون تغيرت انا انه بدك تتاقلم مع المجتمع اللي انت عايش فيه، تشوف شو بده وانت تساهم بنجاحه، لانه اذا انت كتمت صوتك ما راح يوصل صوتك، ما راح تقدر الصوت على صوت بيوصل. طب بالنسبه للشباب اللي من عمرك، انت يعني شقيت طريقك وصار لك اسم بغض النظر انك انت مهندس بشركه فورد، بنية انت مدير وصاحب محلات سكاي لانج وسكاي لانج ميد نايت وسكاي لانج كافيه، ثلاث فروع بعتقد. صار لك اسم، يعني صار معروف يا من طالب ضمن رجال الاعمال الموجودين، وانت بعد سنك صغير لحتى توصل يمكن لكلمه رجل اعمال. شو بتقول له الشباب اللي انت من عمرك او اللي انت بتحب انه تتواصل دائما معهم؟ بحب اوجه لهم رساله انه اذا لهم اخوه يشدوا على ايديهم، يشتغلوا مع اخواتهم، يتعاونوا مع بعض، دائما يكون اذا عندهم طموح ما ييأسوا. يعني اذا ما نجح المشروع معك اول مره، ثاني مره، ثالث مره، don't give up. يعني مش راح، يمكن التوفيق من الله، بس مش معناتها اذا انت ممكن تنجح من اول نهار. هيدي شغله ما تيأس. الشغله الثانيه اذا عندك اخواتك شدهم لك، التعاون حلو، ايد وحده ما بتزقف مثل ما عم نقول. يعني الحمد لله الله مخلي لي خيين فوق راسي ان شاء الله، يعني ايمن وسيم مش مقصرين، وبهذا السبب اللي بعطيهم ان النجاح يعني هن الكريدت لهم، انا يعني بساعدهم بالاخير، والتوفيق مثل ما قلنا لله. بس هودي يعني ما تيأس، واذا عندك اخواتك حدك شد عم شدهم. طب بجالية برأيك انت شو اكتر المواضيع اللي ما عم تشوفها مناسبة او اللي عم تضر بجاليتنا؟ بحكيك من منطقة اللي انا نحن بنقول هالاشعاعات اللي كنا بنحكي عنها قبل شوي، ما بتفيد، بتهدم، يعني بتبني اعداء. في ناس ممكن تصدق هالكلمة وفي ناس ما بتصدقها. ما يعني لو بنقدر نحن كجالية عربية ما نقدر نحكي على بعض، نخفف الحكي، الإشاعات، يكون منافسة شريفة أفضل. بالنسبة لموضوع اللي أنت صرت سامعه وأنا سامعه وكلنا سامعين هذا الموضوع، دائما أنا بشدد عليه، موضوع المخدرات. ما بعرف إذا يمكن يكون في عندك كاستمر بيجوا بيتعاطوا أو بتلاحظ عليه أنت، هيدي القضية شو بتعني لك؟ هيدي عم تهدم شباب كتير، وهيدي اللي عم تاخد كل طاقات العمل، يعني للأسف موجودة بالجالية ومنواجهها نحن أمرات. لما بدنا نوظف عمال جداد بنجي نعملهم دراك تيست كذا، في نسبة عالية موجودة بالجالية، وللأسف يعني هذا الشيء منه مليح. يعني اذا بما انه نحن بالانتخابات الجديده، اذا بيقدر هالنكست جنريشن الجديده يحارب هالشيء، يقدر يوقف هالشيء، يساعد هالشباب، جمعيات تساعد الناس اللي بتعاطوا، تحاول توعيهم. غايب عنا الوعي. طيب مين اللي عم بيشوف هالشباب؟ مين ليش عم ينحدروا؟ مين رفقاتهم؟ نوعيهم، نشغلهم بالشغل، نشغلهم بشيء، نشغلهم بالعلم. يعني عم تواجه انت الناس اللي عم بيجي تشتغل عم يطلع عندها 100%. هلا مش رح اقول كلهم، بس عندك دائما برسنتج من اللي بيجوا بيتعاطوا. ساعتها قديش اعمارهم؟ قديش اعمارهم؟ كمان اعمار صغيره، يعني بقول لك كل اللي عم نشوفهم بين 18 25 بهذا الرينج، يعني التين ايجر، لانه نحن كلياتهم فوق 18، يعني بعده بالمراهقه 21 اغلبيتهم 20. بتحزن على هالشيء، بنحاول نحكي معهم، بقدر بحكي معهم بوعيهم، بس بدأ أكتر مني، بدأ جمعية ورية، بدأ جهد من الكل، وهذا يعني نحن بنتمنى من هالليدر الجديد إذا بيقدر يوصلوا هالشي ويحلوا هالشي، هذا بيكون إنجاز عظيم للكل. يعني إن شاء الله يوصل صوتك وصوتنا وصوت أي شخص خاصة بهذا الموضوع، لأنه أنا بعتبر المخدرات ما بتقتل شخص، بتقتل المجتمع. مظبوط. فكلمة أخيرة قبل ما يخلص اللقاء، لأنه يعني لقاء دائما مع الشباب بيكون حديث على الطبيعة وبياخد وقت أكتر، وأكيد نحن وقتنا محدد لكل حلقة. كلمة أخيرة للجالية، كلمة أخيرة للشباب، كلمة أخيرة لألك. أول شيء بحب أتشكركم اللي خليتونا بهالحلقة، أتشكرك إلك وخي عباس على المجهود الجبار اللي عم تعملوه.
مثل ما بنتمنى ان شاء الله التوفيق للكل، بنتمنى النجاح للكل اللي عم يتسابقوا على بالانتخابات هاي السنه، وان شاء الله بندعي اذا بيحلوا قصه المخدرات بيحلوا هالشباب وهالجاليه تتطور يكونوا مع بعض. ونطلب من الكل اذا انت عم تفتح بزنس كذا، اذا عندك منافسه شريفه اهلا وسهلا، ما عندك الله يسامحك. الله يسامحك. على كل نحن كمان انبسطنا بهالمقابله اللطيفه والهيك الخفيفه الحلوه معك يا من، ان شاء الله من نجاح لنجاح. الله يخليك ويخلي لك العائله ويخلي لك اخواتك دائما تكونوا مجتمعين للانجاح للافضل لتوصلوا للي انتم بتتمنوا. تسلم، ثانك يو، كلك ذوق. اعزائنا المشاهدين، هذه كانت حلقتنا لهالاسبوع من على الطبيعه شو في على يلا تك تي في مع صاحب محلات سكاي لاينج ايمن يامن يامن طالب يامن وايمن ايمن ويامن ووسيم ووسيم طالب. هني مجموعه شباب امنوا بربهم فزادهم الله ايمانا. السلام عليكم، شوفكم جمعه الجاي.